السلام عليكم، دايما بخير نتمنى بخير وبخير. معكم معايا فيديو جديد. المهم ما كنتش غندير فيديو، ولكن قلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم اليوم ان شاء الله. ماشي غير اليوم، قبل كاع شي سيمانه دابا حنا كنبريباريو الدخول المدرسي. و المهم جيت جبنا شي حاجه ومن بعد خاصه شي حوايج اخرى. دونك انا جيت هنا لوول مارت هنا فروكونتيني باش نتقدى لوغيست اللي مازال خاص الوليدات بوغ ان شاء الله لونتري سكولير اللي غيكون اونتر 26 و 30 اوت. دونك خليكم معايا ان شاء الله ندير لكم جوله هنايا، ومن بعد بغيت نهضر معكم في واحد الموضوع اللي هو مهم وحساس جدا. راك شوفي المهم البنات انا رجعت لكم من بعد ضربت دويره في وول مارت. خديت الاساسيات يعني للدخول المدرسي بحال لي بواط لانش بحال القراعي بحال يعني ديال الماء بحال لي زيتيكيت باش تيدونتيفيو لي زيفي اولا. المهم دوك لي زيتيكيت باش كديروا السميات ديال وليداتكم باش حتى لا توضر له شي حاجه ساهل باش يلقاوها. المهم راكم عارفين شنو اخر لي كارطابل ما خديتهمش لان لقيت الثمن ديالهم مثلا ما بين 15 21. دابا فمن الاحسن تمشي تاخدي لي شي حاجه زوينه مثلا من وينرز ولا هذا كيكون الثمن. المهم قدرت تاخذها ب 35 ولا شي حاجه بحال هكا مزيان، يعني تكون ماركه زوينه وداكشي. فتزيدي عليها شي حاجه بسيطه وتاخذي حاجه مزيانه فاحسن من هادو ديال وول مارت صراحه. كيكملوا العام غير بزز يعني كيتقطعوا ضروري، وراكم عارفين بلي كيتكرفصوا. المهم هذه من جهه. المهم الموضوع اللي بغيت نهضر معكم فيه البنات، غادي نهضر معكم فيه دغيا خفيف ظريف قبل ما نتحرك. الموضوع هو العائله، يعني اللي كتكون طماعه، العائله اللي تتكون طماعه اللي ما كيهمهاش لا انت فين غاده ولا منين جايه ولا شنو ضارك ولا شنو ناقصك ولا ما كيعرفوكش واش عايشه ولا ميته ولا واكله ولا شاربه ولا مزيره ولا مرخوفه ولا. المهم كنهضر على العائله اونتر بارونتيز اللي ما كتحش بك، يعني عائله اللي تتكون ما كنبغيش نقول هاد لو تيرم، كتكون طماعه الله يستر، يعني طمع عاميها ما كيهمهاش ما الله يستر يقدر الواحد ياكل حق بنادم هو حي. فكنقول لكم بحال هاد العائله هادي، واحد يدير معها الواجب لوجه الله تعالى، لوجه الله تعالى، يعني صله الرحم لوجه الله تعالى، وخليهم منهم الاعمال ديالهم، يعني خليهم بداك يعني حيت الطمع ولا بنادم ما كيفهمشي ما كيحسش بخوه وما كيحن. قالك يعني المؤمن يعني غير حنا غير بلا ما نكونوا خوت وما بيناتناش يعني داك الصله تاع الدم. وتيقول خاص المؤمن يبغي الخوه المؤمن، يعني حنا كمسلمين اخوه يعني خصنا نبغيو الخير لبعضياتنا، فما بالك بواحد اللي هو خوك يعني في الدم وهذا وهذا. فمع الاسف ما كيراعيش لك ما تيحش بك ما عنده سوق فيك. المهم هو مصلحته هو هو فهو فهو، يعني الانانيه بالمعنى اللي انا كنكرهها فوقت، يعني كنكرهها بزاف بزاف بزاف. المهم هذا موضوع بين قوسين. فالمهم انا بالنسبه ليا شخصيا ما كيهمنيش بنادم يطمع ولا ما يطمعش، يدي لي حقي ولا ما يديش لي. المهم عندي هو انني ندير نمشي معاه بما يرضي الله، وهو دبر راسو، لان الله تعالى لا شي واحد ظلم شي واحد ولا دالو شي حاجه ديالو، راه الله تعالى هو كيخلصو في الدنيا قبل الاخره. ف
فاللهم اجعلنا من المظلومين لا تجعلنا من الظالمين. هذه دونك موضوع اللي بغيت نهضر فيه يعني بين قوسين، فالانسان يدير اللي عليه وما يتسوقش لاي حاجه خيبه جايه من طرف اخر، سواء يعني سواء العائله المقربه سواء العائله او غير العائله او يعني بصفه عامه، يعني هذا هو التعامل بصفه عامه وجينيرالمون مع الناس كاملين. يعني دير اللي عليك، كون انت مزيان سير بما يرضي الله والبقيه لا تهم، وسخ الدنيا كيبقى فيها كما كنقولوا. والله يعمر قلوبنا وقلوبكم بالخير وبالله، وما يعمرهم لا بطمع ولا بفلوس ولا بماده، هذا مكان. دونك نخليكم معايا، تلاقاو ان شاء الله، نشوف الا قدرت نمشي لبلاصه اخرى باش نشوف لي كارطابل و نشوف فين غنمشي، باسكو اول مره كنخرج انا كعارفين جديده في روبونتيني. دونك اول مره كنجي هنا للغيف نور ومجيت عبد الزز دونك نشوف واش نقدر نمشي لشي بلاصه اخرى باش نشوف اش كاير هنايا الا كاينين. دونك خليكم معايا نشوفوا فين غنمشي. كيبان لي والو، ما عرفتش كنسجل ولا. المهم انا جيت الماكسي شوف واش فيه شي حاجه. المهم ما لقيناش شي دي كارطابل بيرسوناليزي كما كيحبوا الدراري، ناخذوهم وصافي. دخلت الماكسي نتبرد، ما عرفت انا باقا كندور، باقا ما بان لي حتى شي سيكسيون خاصه بالدراري. غنشوف دابا ما كاين شي حاجه. تفهم معايا لي اكزيست. اوكي Ah ok, c'est très gentil, merci beaucoup. Oui, on a trouvé ici, mais il n'y a pas grand choix. Ouais, je le fous. Je vais vous montrer. Atmina, ça va. Je vais vous montrer. Rien de spécial. Malheureusement, je vais vous montrer un choix. Je vais vous montrer le Pontini. ماشي بحال الماكسي اللي كاين في مونريال داكشي، دونك تلقاي الادوات تلقاي بزاف، لان شو هنا مع الاسف ما كاينش يا غيان. دايرين واحد البليصه صغيره دايرين فيها سكير يا فول شو يا غيان. دونك يا حسرتي عليك يا مونريال، يا حسرتي عليك. دونك مونريال الحمد لله الخير كله فيها، فيها بزاف. دونك هنا ما كاين شيء يا غيان دو غيان، خاصك تسافري باش تقضي غرضك هنا في ريبونتين. اوكي، من بين النقط الخيبه كاين هنا. دونك فوالا هادشي اللي كاين. دونك ما لقيتش كير، دونك تنعاود نشوفو وينرز. هنا ما كاين والو، دونك باش نخلص غير هاد شي تخربيقه خديتها الدراري ومن بعد شي فحال كلشي اللي كاين. يا خليكم معايا تنشوفو فين غنمشيو تاني. حاجه اخرى مهمه هنايا في الغربه، دونك حنا اون بورت لو فوال، بعض المرات شي بنادم يبقى يشوفك شوفه في شكل تسوق هادشي. دونك تسوق، رفعي راسك وزيدي بحال فوق الحيط، عيشي يا اختي عيشي. يلاه خليكم معايا تنعاود نتلاقى معكم. وانا خرجت من ماكسي ما بان ليا ما يدار فيه، دونك ريان دو سبيسيال، كاين غير النوريتور. ومهم داكشي لا سيكسيون ديال سميتو شويه قليله، المهم ديال الدراري ماشي بحال وول مارت. كوميم وول مارت فيه ما يدار، المهم خليو شكار من بعد ياخذو مول الدار. و شنو نقول لكم، ما عرفتش سي با، ما عرفتش شويه داكشي عندهم معنكش، مي الحمد لله الحمد لله. الله الله يقوينا والله يقدرنا ان شاء الله. المهم هذا مكان. دونك نتمنى هذا الفيديو هذا قصير خفيف ظريف، نتمنى يعجبكم. غيان دو سبيسيال فيه، فالمهم الا احتاجيتو شي حاجه اولا غادي ندير لكم الفيديو بعدا ديال شاين. كنت خديت شي حاجه للدراري من شاين، غادي ندير معكم بارطاج باش يمكن لكم تستافدوا انكم تاخذوا حويجات زوينين كاليتي ديالهم زوينه من شاين لي دوغابل. انا كنت خديت منهم شحال مره للدراري، وصراحه دابا عامين ولا شحال هما عندهم مزيانين. سي ميو اننا ناخذوا مثلا وي لي مارك وي، مي بارفوا كنشريو لا مارك، كنشريو لا مارك فقط لانها مارك، يعني كنخلصوا لو نون ديال هذاك لا مارك. بعض المرات ما كتصدقش لا كاليتي، سي غار فين كتصدق. والمهم ليسونسييل حنا بالنسبه لنا اللي عندنا الدراري خصنا شي حاجه لي دوغابل اللي تبقى واحد المده معينه. المهم باش ماكم عارفين كاين بزاف
كاين بزاف المصاريف في الحياه، كاين بزاف ديال لي شارج وداك الشيء، ف كنحاولوا ناخذوا الحاجه اللي تبقى دوغابل للدراري اللي بقاو يعني تبقى لهم مده طويله. المهم هادشي اللي كاين، تنعاود ندير لكم هاد الفيديو ونحطو لكم ان شاء الله عما قريب. تهلاو ليا في راسكم ونخليكم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه، والله يديم علينا وعليكم راحه البال والهنا ويعمر قلوبنا وقلوبكم بالخير. يلا مع السلامه.